في المبادرة هذه الثانية هي راني مازال شعارها راني معاك ما راكش وحدك. يعني جينا المناطق الضل وشفنا باللي كاين الناس اللي بيان مسحق يعني يسحقونا خير مع الاول. المبادرات هذه كانت يعني عبارة عن عندنا مواد غذائية، كاين لي ريزيستونس، كاين البسة، أغطية، عندنا جبنا مام تاع كما قال لك حنايا كراسي متحركة، والحمد لله انه كان تجاوب يعني ما شاء الله. لقينا هنا يعني ولاد الحمام يورونا الديار، بارك فيهم، شي يديروا شي جميل. وبالاخص نعاود ناكد على مناطق الظل، هذه المناطق نعرفوها باللي نائيه، وهذه الاماكن معروفه باللي مناطق رعويه ومناطق فلاحيه، الناس هنا الله غالب محدودين المستوى. دونك نشكر بزاف الجمعيات اللي وقفت على هذا الامر اليوم. ايام بعمليه تلقيح ضد الانفلونزا، وها هي العينه امامنا في مباشره من بيت بهذه القريه. جاو عندنا الاطباء داروا الابره تاع الفاكسات تاع الانفلونزا، والحمد لله كل شيء ماشي عادي، والناس راه يدير والحمد لله.